إلى نجمة الصبح، شخصية العام الفنانة سناء موسى، شخصية العام الفنانة أو الغنائية الفنية نجمة الصبح، فلتتفضلي. سفيرة الجرح الفلسطيني، ابنة الجليل، تروي قصص شعبها وتاريخه من خلال تراث زاخر نفضت عنه التراب وجعلت صداه يصل إلى أبعد مدى خلف الحدود التي وضعها الاحتلال، فلصوتها أجنحة توسع فضاء تحليقها مهما كانت الظروف. تلمذت في المدرسة الكلاسيكية للموسيقى، لكنها اختارت أن توثق مسيرتها فأعادت الروح لأكثر من أغنية تراثية. بفضل صوتها الصادق الرخيم استطاعت أن تصل إلى آلاف المعجبين من عائلة فنية تشبثت بنغماتها منذ الصغر، وبصوتها الدافئ المطرز بحكاية جدات الفلسطينيات قدمت التهليل الفلسطينية إلى أغاني التراث، إلى المونولوج، إلى ابنة الشلبية، ويا نجمة الصبح، إلى طلة البارود والسبع ماطل. شخصية العام الفنية سناء موسى.